السلام عليكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بالحديث عن خطأ فادح راح ضحيته تلميذة نابغة تنحدر من ولاية وهران، تحصلت على معدل 15 بينما تحصلت شقيقتها التوأم على معدل 18 في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غامضة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. احنا ثاني كنا خادمين على معدل باش نروحوا به في الاتجاه ولا في الاختصاص اللي رانا باغينه، وبعد لقينا معدل قاع وداخر. كانت صدمه كبيره، زعفنا بزاف، بكينا لي عمرنا ما شفناه يبكي بكا. ومن بعد صبرنا لحد 2-3 صباح، رحنا نشوفوك وشوف النقاط اللي شفناه. نخلعنا نقاط ممتازة، 19 في العلوم في التكنولوجيا، 19.5 في الرياضيات، 18.5 في التاريخ والجغرافيا، 19 في العلوم الإسلامية، نقاط جيدة الحمد لله. النقطة اللي تلفت الانتباه في كل هذا كشر النقاط 4.5. تماك حبسنا، تماك اليقين هو يقين، كنا متوقنين باللي هذه ماشي نقطتها. كيف أنا نجيب 19 وهي تجيب 4.5؟